هلو هلو، كيفك سارة؟ الحمد لله، كيفك انت؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. اهلا فيك، ثانك يو، صدفتيني عندك. ميرسي لك حبيبي، هيدي كدوه لك من بينار. ثانك يو. شو محضرتي لي يا سارة؟ شو بتقولي؟ شي طيب كل الطريق انا وجاي. شو شي طيب؟ اكيد طيب، بس انا عم فكر سربرايز. تعالوا نطبخ. انا شايفتك محضره اشياء شكلها طيبه، بس قبل بدي اقول لك انت ملاحظه انه انا وياك كانه متفقين انه نلبس مثل بعضنا شفتي؟ اليوم شفتي نفس الشيء، معرفه نفس الالوان. ايه مع حجاب ساده، الوان الخريف هيدي. ايه شو حتعملي لي ساره؟ رح اعمل كريب سالي. اوكي. بقلبها دجاج وشامبينيون مع كريم فريش وهيك الجبنه بتمر والصوص. ايوه هيدي هي. طب الدجاج سلقتيه؟ اكيد سلقته. بحط مع ورق غار وعود قرفة. اوكي. وبس ينسلق بنطر شوي ليبرد وبفصفصه. اوكي. هيك بتعمليه كتير كتير صغير. ايه. اوكي. هلا سامتايمز بيكونوا طوال. اوكي. بس انسلقوا زيادة بيتفصفصوا احلى. ايه. انا بحبهم صغار. ايه. هيك احلى. طيب ورجينا اول شيء الكراب كيف حتعمليها. اوكي. هلا انا اوريدي محضره الصوص. اوكي. اوكي. بس رح اقول لك شو حطيت بقلبها. ماشي. اوكي. حطيت كباية ونص طحين، وحطيت كبايتين حليب وبيضتين ونص ملعقة فاني ونص ملعقة سكر ونص ملعقة بيكنج باودر. سو هي البيسك عجينة تاعت الكريب. صح. اوكي. وملح. ايه بس هي لازم دايما عجينة الكريب لازم ترتاح بالبراد عشان قبل هيك ما نشتغل ايه. فيها لحتى هيك يصير قوامها منيح وما تطلع مبرغلة بعدين لما بدنا نعملها. ايه. اوكي. هلا بدنا نعمل الصوص بلانش البشاميل. صح. اوكي. بحط لها زبده. اوكي اعطيكي. يلا بحضرها. يلا هلا انت وعم بتحضريها بدك تخبريني عن إيه؟ الافرو دانسينج. انا وعم بخبرها. انا وعم بحضريها. عم بحضرها. ايه اكيد. هاي ملعقه هون. بدك تخبريني وين تعلمتي، كيف تعلمتي؟ ايه هلا انا من انا صغيره برقص. اوكي. وتعلمت الافرو دانس لحالي، اكتشفت حالي فجاه. انا كنت بافريا بالسنغال. اوكي. اكتشفت حالي. يا سوري. اكتشفت انك بتحبي الافرو دانسينج. ايه اكتشفت حالي انه برقص افرو دانس. بدون ما اكون متعلمتها. اوكي. فعملت سيرتيفيكيشن للافرو فتنس وكنا شي 15 وحده وبس ثلاثه طلعوا من السيرتيفيكيشن منهم انا. اوكي. فانغرمت فيها كثير وحسيت مثل لقيت حالي بشي يعني حب جديد لشي هيك اوت اوف نو وير. سبحان الله. ايه فبلشت اتعلم اكثر واحضر على يوتيوب واتعلم بعدين رحت على لبنان وبلشت اعطي صفوف. اها هيك والله. وبعدين علمتها لابني بعدين لجوزي وهلا لزاد كلنا بلا كلنا كل العائله مع بعض. نزل التردد الجديد لزي الوان 11277. الاستقطاب راسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطا 5 على 6.